خير خير خير. رجال 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 غريب قاعد يصور كل شيء، حتى القطاو صورهم. هذا جاسوس، جاسوس امريكي مجزوز من اوباما على الحاره، انا متاكد. وربما عين من عيونهم. يا للهول يا زمن اللصوص، والله صلصاوه لصلاص. هذاك هو ها؟ اي هذاك هو. شوفه شوف 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 قاعد يصور. خله 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 عليه خله عليه. هيا هجموا علي وسلم له سياف. اي سياف يا ابو جهل؟ وين يا اخوي؟ وين عايش نسلم السياف؟ اركض خلنا نشوفه. هيا طياره. يا عيني يا عيني، هاي وجه الواحد بيحب يصوره. هذا اللي يروح يشق براسه. شو فيها؟ قدامك ريا ها؟ شوف يا جماعه طولوا بالكم. قدامك شو القصه؟ استهبل استهبل. شو القصه؟ شو ايه من اللي مرسلك اوباما ولا حقر تحجز بيتك؟ اعترف 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 بسرعه قبل ما اخرج عينك من راسك وافصل رقبتك عن جسدك واسبي عليك الكاميرا هذه يا احمر. كفو 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 كفو. شو احمر ما احمرك؟ شو في يا جماعه؟ ما في ما في وديك الحمضيات. كيف كيف كنت تتصور في الحاره؟ الحساب من الحساب من الحساب من قولوا بالكم يا جماعه، فهمانين الموضوع غلط. انا نسيت اعرفكم على حالي، بحب اعرفكم على حالي. انا معتز، مساعد مخرج اول المسلسلات والدراما، وجاي يدور على لوكيشن هون، يعني موقع تصوير منشان نصور مسلسلنا التركي. الله لا يحييك، لا انت ولا التركي حقك، ما شفنا من مسلسلاتكم الا قله الادب والسماجه ها والسخافه والتعري. وش مسلسل تركي ها؟ ولا اجل يجي يحيى يسكن عندي سنتين هنا بزوجته ويجي منها ولد، وفي الاخير نكتشف ان هذه صديقته ما هي بزوجته. في ملتمن في ملتمن هذه في ذمتك في ملتمن. يا حبيب قلبي، لك انا شو لي علاقه بيحيى ولميس؟ كلكم زلايب لا انت ولا هو. يعني افهم من كلامك ان لميس ونور بيجون عندنا في الحاره؟ ايه ايه راح اجيب لك اياهم وراح اجيب لك اللي احلى من هون، بس من شان الله عتقني، من شان الله. ما احنا ترى احنا يعني ما كنا نبي نتاكد بس، ولا كان نيتنا يعني. ايش رايك يا جرير؟ عراضه طياره. طيب وقفوا لي هيك جنب بعض، خليني اخذكم هالصوره الحلوه. لك تبشوني شهرين إجازة طال عمرك. شهرين؟ شهرين إجازة يا خميس؟ ليش؟ في مسلسل تركي بصور في الحارة بطولة مهند ويحيى ولميس ونور وفرج ومناحي وجرير وفلاته وخميس. يحيى ومهند وعرفنا، الباقي منهم؟ هذا الكمباس الحارة طال عمرك، كمباس الحارة، هذا اللي نجوم المستقبل إن شاء الله. قسم بالله والله العظيم خميس، حلم عمري إني أمثل. أرجوك تكفوا لي رحم والديك، انا عندي هوايه التمثيل صدقني. انا منذ نعومه اظافري وانا مثل لا يغرك اني مدير وجالس ومكتب وكرسي. انا كنت امثل قدام امي وابوي يا ولدي صغير. لا لا وزيدك، قد شاركت في المسرح المدرسي. ايه اعطوني دور اشتراه يابسه. يابسه يابسه يابسه. الله يبلاك الله يبلاك. لا لا وزيدك يوم كنت في رابعة ابتدائي اعطوني دور البطة اكبر من دور اشترى يابسي. لا الله العظيم. لا خسرت تمزح. الله العظيم. انت مصدقني الظاهر؟ والله بحس يعني نصاب صراحه. لا لا عندي صور، صورة البطة واشترى يابسي عندي موجودة في البيت. طيب شلون صورة البطة؟ يلا شوف. صح صح. انت يا ابوي وش تبي انت؟ ابيك تتوسط لي عند الاتراك تكفى واللي يرحم والديك. انت وش دورك معهم؟ طنبق طنبق. وش دوري حبيبي؟ انا بطل المسلسل ومساعد المخرج وفن الاضاءه ومسؤول عن الصوتيات والاكل والنثريات. غير هذا بعد الوالد ترى شريك في الانتاج. ما شاء الله شريك في الانتاج. تكفى قل لهم خلي اشارك معهم تكفى لو ضيف حلقه كومبارس ان شاء الله. والله شوف يا حضرة المدير، انت على عيني وعلى راسي مدير ومسؤول على عيني، بس ترى التمثيل ما في مجاملات ما في لعب، لان التمثيل والغناء الثنتين اللي اذا ما قنعت المشاهد فيهم نو واي راح يتقبلك. بالتالي شوف خلنا نسوي تجربه، خلنا نسوي بروفات هنا. اذا اثبتت لي ها انك كويس اوكي، ما اثبتت لي انا اخاف اخذك معي عند زملائي الاتراك تفشني، وانا ماني مستعد بسرعه تفشل وكيل وزاره وتطلع زلابه. اثبت لي الان. فعليك بس انا هاوي. هاوي وبثبت لك اني هاوي. ابى اخلي البطه تنطق. اصبر اصبر على شوي بس. الله يا بطقطق عليك طنبق طنبق. الو اسمع، اجل لي معاملات المواطنين اللي برا هذول كلهم، قل لهم ان عندي اجتماع مهم. سمعت؟ فهمت؟ مع السلامه. والله وصبرتي ونلتي يا نانسي،
مهند يقولون عليه انه يحب الجمال الخليجي، والجمال موجود. هلا باللي لفانية، هلا هلا باللي بعد والشوق يا به يا مهند. بسوي لك الكبسة والجريش وكل اللي في خاطرك يا بعد حي انت، لا وبسوي لك الإغارة وبخليك على كفالتي. أقول يا مهند أنا انتظرت كثير وجيت بعد انتظار طويل. امشي ساعدينا نعلق الصورة. صورة من؟ يا حيا بدل ما يعلي اسمه مهند. يلا لا تقول على حبيبي مايع لو سمحتي. مايع وسايع وبايع. أقول مهند يدري أنك أنت تغسلين مواعين وتكنسين الصالح؟ نعم. خلي يدري. امشي. جميل جميل جدا، رائع، أداء مبهر. بعد ما مثلت دور الشجرة اليابسة هنيك. أجل لو يسقون الشجرة هذه شو بيصير؟ فعلا أنت ناقصك بس حد يتبناك. يا ريت تسوي لي الآن تراجيديا مع أكشن مع الفلاش باك بالبطي بالبطي بدور يعني تحسسني فيه أنك ممثل رائع. طيب لا تتركيني هكذا، إنني أخاف أن تأكلني بعض الأسماك والوحوش. وكيل زلابة وممثل أجلب تأكل الوحوش. رائع 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 فعلا، أنت شخص رائع. حرام حرام يا سعادة الوكيل ضيع عمرك وراء الكرسي. أنت المفروض طنبق طنبق الآن، نجم مثل نجوم العالم في التمثيل. هنيك هنيك. عارف والله عارف عارف يا أستاذ خميس. معلش يا جماعة أنا آسف، الوكيل عنده اجتماع. ساعتين ساعتين ما فتح الباب يا أبوي، وقت الناس مو ملكه. يا أخي ما بلازم نسكت، خلني أشتكي عليه. أي اجتماع اللي يأخذ ساعتين؟ ورانا أشغال ورانا بزور نجيبها من المدارس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة يا جماعة استهدوا بالله، يعني اجتماع ويخلص إن شاء الله. اسمع الحين سوري دور واحد حزين مرة حزينة، وبعدين اقلب الواحد أهبل ومجنون. أهبل مجنون. طيب لا تتركيني، لا تبعدي، لا تتركيني عند بحيرة الأسماك. ماك 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 ماك. أنا أخاف 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 من عضات الصراصير الصغيرة. والبط، إنني أخشى البط. ماك ماك ماك. يقفز فوقي. لا 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 لا. أعطيك خلفية أستاذ على أساس أنه مؤثر للبحيرة. لا لا تتركيني، لا أني أخاف أخاف. أخشى أخشى التمساح. لا باق باق باق. هاي يا أستاذ أنفع أصير ممثل؟ هنيك أنت أفضل وكيل وزارة يضبط دور البطة ها والشجرة اليابسة. فلذلك يعني إحنا عندنا مشكلة بس يعني بنتدركها في المونتاج. الشاشة 4x4، أنت راسك 9x7، بنضغط راسك 4x4 عشان تتناسب مع الشاشة. وإن شاء الله إن شاء الله راح تشارك معنا في المسلسل، بنعطيك دورنا تجربة. فالمسلسل الثاني عاد دور بطولة، وبتعيش الشهرة وتترك ذا الوزارة وتنتهي خلاص تبدأ معالم الشهرة. بس تركنا تلفونك وراح نتصل عليك يا البطة. يس يس. شي صورة لابس من هنا؟ وانت شيلي صورة يحيى من هنا. على طلاقي ما اشيل صورة يحيى من هنا. انت شيل صورة لابس لا قطعها. اوعدك طلاقك حاصل وزواج باللميس حاصل. بس فضحتونا حشرتونا. عيب عيب. مهند مهند ازعجتوه، ما يحب الازعاج واي منكم. شي صورة يحيى. شي صورة لابس. انت شي صورة لابس قلت لك. شيلي صورة يحيى. حبيب الله يرضى عليك بيسألك سؤال. اسأل. حنا في خدمة الفن والفنانين. ترى أنا يجيني إحساس بعض الأوقات وأنا في الحمام الله يكرمك ها إني مطرب سبحان الله العظيم، وإذا طلعت برا بعض الأوقات أحس إني بغضرب أي واحد، أحس إني يعني كذا أنتر.
انت فيك بذره فنان من شان هيك بتحس هذا الاحساس. انا والله اني حسيته، والله اني دائما اقول ان فيني بذره فنانين، لكن انا شعب ما يفهم ان هذا اللي قدامهم فنان مخضرم. طول بالك انا راح اكتشفك، بس بدك تخدمني هالخدمه. وتكتشفني؟ اكتشفك وبكتشف مندوبك كمان. موافق حبيب قلبي. نحن عم نعمل مسلسل تركي اي، وعم ندور على يعني ممثلين اتراك. بتعرفني هون ناس اتراك خاصه بهي الحاره؟ يا حبيب الحارة مليان أصلاً. شفت أردغان؟ إيه؟ ترى هذا ولد عمي من الرضاعة، جدتي سعد الله يرحمها مرضعت أردغان شخصياً، بس ما نبغى نقول عشان السياسة وما ندخل في السياسة والشغلات وعلى حارة دي كلها. كم تبي واحد؟ يا سيدي أنت فرحتني كثير. إيه؟ بدي 15 واحد كومبارس. ايه الله اكبر، بندخل التاريخ من امسح ابوابه. شوف انا اول كومبارس، ولا والله عليه الحرام ما يجي واحد يشتغل معك. يا عيني عليك، بس بدي اياهم هيك تكون اجسام وناس قويه كثير. يا رجال اللي عندي في الحاره ثيران شرواك، ثيران حبيب قلبي. حرام بالله يناطحون عند الجدران. يا سيدي انا بدي اكتشفك. ايه روح. شكرا لك. كيف لك حتى وشك فوتوجينيك. سبحان الله، فوتوجينيك. وانت ما شفت هذه لحد الان؟ ترى هذه يقولون يشيلونها عشان تصور. امسك عشان اوريك الفوتوجينيك. بالمناسبه هذه ودي اعزمك على حمضيات حجم العائله. الله يعطيك العافيه. أيه. يا رب، والله ما في داعي يعني. لا يا رجل والله تجربها، والله نعيش ان شاء الله ينقلونك على الشميس. يلا تفضل. انسى كريم، اجل وجهي فوتوجينيك. ها تصورني ولا الكاميرا مغطاه؟ لك طول بالك، لك والله كنا عادية. هيك لك شو بعد؟ لك شو هالحكي؟ لك فوتوجينيك كنا عادية يا زلمة، كنا عادية. تلعب عليه فوتوجينيك ها؟ من دي؟ هلا مطلق، هلا وسهلا. ولك شو بدك؟ شكلين ما بحكي لك تعبريني يوم السبت الساعة 7:30 في الحوت. ولك ضفي وجهك. اي قاعد اتدرب على مسلسل تركي بصورونه بالحاره عندنا. انا اول كومبارس يعني بطل حقيقي في المسلسل. بالتوفيق. يلا مع السلامه. وجهز لي حمضيات، ابي جلدك اليوم في مال الله. ياللي بده يتحدى من عدى. ولك يا ام عصام، ولك يا ام عصام، هيك ما بيصير. اسمع يا ابو عصام، انا بدي احكي وبدي اياك تسمعني. ايه انا ما راح اسكت عن حقي مهما صار. لكان ابن عمي، لكان بدي تروح وتعتذريها، فهمتي ولا لا؟ بدي تروح وتعتذريها، ويا رب ان عم تقبل العذر منك. شو بدك اياني انا معصام اروح اعتذر من هذه الشرشوحه؟ فشل ضمبا بتقولي في وجهي عم فشرات. شو هالحكي؟ ام عصام انت طالع. ولي على عمتي خميس طلع اخته. ولك يا مي عم بنمشي. يا ما عم بنمشي. تعال يا يحيى، تعال شوف ولادك جنوا. شو هالحكي؟ شكلين انا ما بحكي. اسمع ولك انت وهو، شكلين انا ما بحكي. شنصحكم نصيحه اخذت بها اهلا وسهلا، ما اخذت بها يا لطيف رجلينكم على رقبتكم من هون. ايه لكان فول بلبن، انا افهم واحد بهالحاره. انا العكيد كنت جدي اول بهالحاره، ولا ما افهم واحد. فهمانين واحنا تحت راسك طال عمرك. احنا فتحة فردك اللي بتطيعك. انت نام واحنا بنسعب. فردك. اي لك فردك. اللي بده يتحدى هاي الحارة من قدة، حنا بنحمي الدار ونصون حدا. لك لب قلوبكم حبايبي. تسلم على هالقصيدة. شو هالحلاوة يا شوكولاتة؟ شباب شو رايكم على نهجم على الحمصاني؟ يا رب فول البلبن على طول. ما
شاء الله تبارك الله ما شاء الله، كل اللي في الحاره ما عاد يتكلمون الا تركي. من يوم قالوا في مسلسل تركي امنا الى الله نرطن نرطن. اصلا انا عندي رطن. شو بدكم يا عمي؟ جبنه حلوم، زعتر، زيتون، زيت، اي شيء، انا بخدمتك ابن عمي. ولو والله ابن عمي زكات عيونك، بدي لبنه ولك مو على راسي ابن عمي. يسلموا على عيني، بس ما في لبنه، في بيت. ايه يمشي يمشي. ايه كم هو؟ ب20 ليرة ابن عمي. شو يوم قلنا 20 ليرة قلت شو؟ 20 ريال 20 ريال، ريال ينطح ريال. ولك ترميها هيك في وجه العمدة بتاع الحارة؟ شو هالعقي؟ ما في مفا حمضيات، هذا بيسمى حمضيات. ولك خش 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 خش، تفضل خليك هنا يا خليك. شو هالحقي يا ابن عمي، شو هالحقي؟ لا خلق عطني ظهرك يا ربي. الحمد لله وفاة واحد في المسلسل التركي. مرحبا يا رجال، يسعد لي صباحكم ان شاء الله. صباحك يا طيب. يا اهلا وسهلا، والله على راسي حارتنا كلها تكون على راسي. وين رايح يا عيون؟ والله رايح الفوال بدي اشتري صحن فول، بدكم اشي؟ سلامتك. مع السلامة. سلامة. هاي يا طرخون، تزرع بدومة بتطلع بحلفون، لا تشال على حاله مش لا على حاله، هد الراية. هلا استوي. معلش ابويا معلش. شوف سلف ما في سلف، وما في سفر الا بعد سنتين، كلام فاضي ما في. هذا انا ما يبقوا سلف، ما يبقوا سفر. انا يبقوا اسوي هذا تمثيل، سمسم هذا كله ناس، هذا روحي التركية اصلا ما لابس كويس، كله كويس. اي فهمت عليك، والله ودي اخدمك، لكن انت معلوم ما في لغة تركي، انت ما في لغة تركي، انت عربي ويلا السلامة. بتكلم تركي هذه مصيبة. انا معلوم كله كلام هذا. معلوم بتكلم تركي؟ ايوه. يا ولد. ايوه. وشلون؟ احكي متى ما بدي احكي، وشكلين ما بحكي. لا 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 لا، لابسك جني انت، لابسك جني. ادخل اشربك حمضيات عشان نشوف انت مسحور ولا فيك بلد. تفضل حمضيات حبيبي، حمضيات. تفضل حبيبي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو جاز سعد، هلا بالحبيب. ترى الحاره كلها تغلي غليان، كل الشباب جاهزين ها، واتقنوا اللغة التركية ولابسين كل شيء، ينتظرون بس أوامر التصوير والأوردرات على قولك عشان يبدون يصورون. لك أنو أوردر وأنو أوامر تصوير؟ خلاص يا حبيبي، انسى غرامك راح. وشلون انسى غرامك راح؟ الشباب مساكين تعبانين وتدربوا على اللغة، وابدع غير عادي، منقطع نظير. يعني هذولي ما يأكل معهم مهند ويحيى ولميس ونور ولا لقمة، يفرمونهم فرم. شو بدنا نعمل؟ المسلسل فقس. شلون فقس يعني؟ بيض؟ لا شو فاس انا بقلك شو قصدي. نحن رحنا على وزاره الاعلام، قالوا لنا لازم تاخذوا اذن من الداخليه حولتنا لقسم الشرطه نفس الحاره حولونا. وين حولونا؟ على المختار، يعني العمده. رحنا عند العمده قال لا ما بصير، لازم تجيبوا الورق من الدفاع المدني. رحنا على الدفاع المدني للهيئه حولتنا على وزاره التجاره، وزاره التجاره على الغرفه التجاريه. يا زلمه، وفتله الله وكيلك، روتين ذبحنا، بيروقراطيه عجيبه. من شان هيك سمعنا انه بدبي قال في ورقه صغيره بتوقعها وبتنتهي امورك، دغري بتصور. من شان هيك الجماعه قرروا يصوروا بدبي. دبي الله لا يوفق. الحين الشباب تعبوا بالحاره، وكل اللي مسوي فيها انه مهند ومسوي يحيى، واخرتها يصورون في دبي. اي خير ان شاء الله. الحقيقه بهالمناسبه انا ودي يعني اعزمك على شغله بسيطه كذا، وان شاء الله ما تردني. اكيد. تفضل. والله المكان يعني مو كثير. انا عادي رجال، اقبل مره. تفضل ان شاء الله. في حمضيات داخل ها؟ في حمضيات ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اجل بيصبرون في دبي. صلي على النبي. ليش ضرب هذا بابا؟ ما في وافق نشارك في مسلسل؟ لا يا رجال، رجال وافق، والرجال يقول اصلا احنا ما جينا الا عشانك انت شخصيا. اشوف انا بغلب قيمه نظارات ثانيه وهذا من التامين. عموما تكلم تركي انت كويس. ولك شكلين ما بحكي وتشكي للقاسي. آه حبيبي عليك، ادخل داخل عشان اوريك القاسي. ادخل داخل وانا اوريك القاسي. يا رب يا رب.
الله فيكم طالع في المسلسلات التركية. لك تنبع تنبع لك أنا عميد الحارة لا أعمل لك في وجهك جديد. أشتشتي لا أخي ما في تشتشتي. شو بدك معلم؟ شو بدك يا معلم ايه وش تسوون توجيهكم؟ بروفات وش بروفات؟ خلاص ما عاد في أي بروفات أبشركم ما عاد في تمثيل. ليش؟ يقولون بيصورون في دبي. شو علاقي ولك بلعب علي أنا؟ شو علاقي؟ أنا ما حكيت ولا شيء. ما تزول اللي بيقول ولك شلشتني وأنا مشلول هلأ ليش أنتي شلتته؟ لك يا جماعة لك أنا معتدى ما ارتحت له. ولك فلاتة بيحكي مزبوط. شو هالزلمة النصاب بيضحك على عيد خميس من جمعة؟ شو العقي؟ طنبا ولك والله لا أقطع أرباب. شو بيروح على دبي؟ والذي خلق الكون في 6 أيام وحياة ماما والزعيم وكل الحارة لا أبعج بهذا الخنجر في كرشته لا تطلع على برا. ولي علامتي يا ابن عمي شو بدي احكي لحكي والله مصيبه وقعت على روسنا. شو ما في امام الحاره. انا العيد الله من الضياع في ذا الروس. تعلمنا اللغه التركيه ويا حسافه راحت بلاش. لك اسمع ولك لك بحبك بالعربي وحبك بالتركي وبحبك بكل لغات العالم بس لا تبكي ضاع مسلسل التركي. شو بنحكي ولبق قلوبكم كلكم يا حبايبي. ولك طنبو قليمي ولك على آمتي ولك تشكل آسي ولك تقبرني يا مهند. هيك بتعمل فيني؟ أنا اللي حبيتك وعشقتك وحطيت صورتك على الحيط وحطيت صورتك هون جنبي بتعمل فيني هيك؟ أنت بتعرف إن مشانك رفضت 27 عريس؟ 1 2 3 27 عريس لولاك كانت تزوجت هلا وجبت أولاد ويلعبون بالحارة. طلع لك عينك هذول الحلوين ولك تقبرني لا تناظرني كذا مو انت اللي تعمل معي كذا. انت ليش عملتي هيك يا خاينه؟ ليش؟ انا ما راح انسى جرحك للابد. مشان هيك الاتراك لما قالوا ان نور اكثر منك شهامه يا خاينه روحي انقلعي من وجهي روحي. يا يحيى هيك بتعمل فيني؟ وينك؟ ليش ما جيت؟ كنت ناطرتك. ايه عالناصية كنت عناوي اعمل لك اقامة واطلع هذا اللي معي لعب الكورة الفاشل اللي عمره ما جاب جول. كنت ناطرتك اعمل لك الطبخات الحلوة اللي بحبها قلبك المجدرة والمدندرة وزنود الستة. لشو عم تضحك؟ لشو ليه على قامتي؟ يا زمان يا غدار بابا وصل للمريخ يبشر مستقبله وراء اختراعاته وراء تطوره واحنا للاسف الشديد وراء مهند ويحيى وكل هذا السخافة. يا لطيف قلنا باطل لله ترش يا لميش. طنبا شو رايكم يا جماعة نحمل حالنا وعم نسافر عن تركيا؟ ليش يا طيب؟ شو ليش يا طيب؟ بلعب على هيك شكل حبيبي مدام احنا بنحكي تركي بنسافر على تركيا وبنشغل مسلسلات هنيك وعم بيشغلونا هنيك لأن احنا سعوديين. طبعا لك تشكر آسي أبو مطلع ومن مبلغ أشكال تافهة غبية زي هيك بتمثل معاهن تافين. ها انت بشنم كذا اللي كنا جامرة مطفية هين يا البعمة. أنا موافق أسافر معاكم لتركيا
ومستعد هناك اغرض سعري بالشعر التركي واقول اشياء حلوه. ترى انا اصلا اصولي تركيه. اي باين 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 اصلا انا من سخنت الحاره وشفتك عرفت انك ابا عن جد تركي، بس تركي على الفحم. والله لو درى عنك اردغان ها انك بتقول شعر هناك، اللي ياخذك ها ثم يمردك في ساحه تقسيم، يمردك لين تقلب ابيض، بدل ما انت كاكاو ترجع واحد ابيض مثلنا. لا تقول انت بعد ابوك وامك وجدتك وخالتك اصلا تركي. على طول في ذمتك. اي لكان والفعله. طنبق طنبق، والله الله جابك، انا كارهك هناك وجيتني هنا بتمثل انت وجهك. ولي على عمتي، ولي على عمتي، لكو المنتج النصاب اللي عم بينتج مسلسلات ما عم بينتج. طنبا طنبا روح اضربوه، روحوا ولك. اها يلا شباب، يلا هذا المؤسس حقكم، يلا تعال. هذا هو جاء، شو شباب اسمحني فخلنا. ها انت شبكون يا شباب، المؤسس للافلام والمسلسلات التركيه بالحاره تلعب علينا ها؟ لا شو السالفه؟ والله نعلمك التمثيل على وصولنا الحين. لا حبيب قلبي انا جاي علشان امثل مسلسل تركي بالحاره هون. جاي عشان تمثل مسلسل تركي تلعب علينا وانت المنتج والمؤسس. لا شباب اجبغوا. قسماً بالله تستاهل اللي فيها. مو يكفي انك قعدت مثل عينها في الوزارة ومسوي فيها وزير وامير وعلى بالك مسؤول كبير، الآن مثل صح. قسماً بالله انكم اكبر ممثلين هالمسؤولين في الوزارات. ادينوا طنبا طنبا. 1 2 3 4 5 6